بدنا نفتش البيت يا اختي. كيف قضوا علينا؟ لا تخافي ان شاء الله ما بيفوتوا. رح تفتش. شوفي خير ابو جوده. شوفي انت ما دخل. شلون يعني ما دخلني؟ فكرني جاي من غير حاره انا؟ شو بدك ببيت عمي ابو حاتم؟ بدنا نفتشوا. اسمعوا على هالسمعه بدهم يفوتوا على البيت. انتوا مو فتشتوا هذيك المره؟ هاد مو شغلك ولا تخليني القي القبض عليك، فهمت؟ يا افندي فهم علينا، البيت ما فيه رجال وانت بتعرف يعني بالاصول. هذا البيت له حرمه. لخير شوفي شكرا هالطعنة هاي. طب شوفي شوفي طعن هون. شو صاير؟ فوتي لجوها يا حرمة فوتي. شو هاد؟ عملونا شغلتهم لسا، كل يوم والتاني بدهم يفتشوا هالبيت. من الاخر عمي شو بدكم؟ في اخبارية انه صفى عنكم بالبيت. العوايني تبعك مكذب عليك، ما في عندي حدا بالبيت. ايه طيب العوايني تبعي كذاب وانا بدي فتش البيت. اسمعي يا عمو، هدول حقيقتهم فايتين فايتين. خذي صفا وطلعوا على الاسطوح، ومن اسطوحنا بتنطوا على اسطوح بيت ابو بشير. لا تطولوا ببيت ابو بشير، دغري بتاخديها وبتروحوا لبيت اختك مطيعه. حسبي الله على ال شلون يعني تفوت الله العظيم. عم بقول لكم ما في زلم جوا. ايوه باي صار. يلا 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 يلا. هاي بنته تبع المظاهرات. بلا سيدي تبع الصوره الله يستر علينا. يا شريفه صفا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. خالي وينها صفا؟ لازم نهربها فورا. خلص مشي حمو تيسر. يعني هربت مشي الحال؟ ايه هربت، طلعوا من على الاساطيح. بدنا نفوت، بدنا نفوت ابو عصام. عظيم خليني فوت. عمي شو بدهم يفوتوا كمان البيت له حرمه؟ يا عم الشغله مو سهله. اكرم الله الله يرضى عليكم. خلص شيخ عبد العليم تفضل. شرفوا خدنا طريقك. يلا يلا تفضل يا يلا 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 ما في شيء. نعم سيدي ما في شيء. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. السلام عليكم. تفضلوا 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 يا جماعة تفضلوا تفضلوا. لك الله يخلصنا منهم بقى ولا يوفقهم يبعث لهم 100 حمى. آمين يا رب. مشان الله يا مطيعة، ما في شي حدا يروح على بيت أهلك يطمن لنا عليهم؟ والله العظيم أنا قلبي مو مرتاح منه. لا تاكلي هم، هلا إن شاء الله بيجي عبده بيطمننا، إن شاء الله ما في شي. هالمنظومة كانت بدها ترجع على البيت لما عرفت إنهم فاتوا. يو، لك بدك ترجعي يلقطوكي هالأرجاس؟ والله أنا حاسة حالي عم جيب لكم مشاكل كتير. والله بزعل منك، شو هالحكي هاد؟ بصحك تحكي هاد الحكي قدام أمي وعمي أبو حازم، والله بيزعلوا منك خيرات الله. يا شريف لا تحكي بنوم، كلياتنا مجبورين فيكي رجال وحريم، وأي بيت بتفوتي بتشرف فيكي. الله يخلي لي إياكم، الحمد لله رب العالمين، الله عوضني عن أهلي. هلا فهميني، مين من النسوان عرف إنه صفى عنا؟ لأنه هدول النسوان ما بتنبل فولة بتمهم، مفكرين القصة مزحة. والله يا ابن عمي ما في غير سعاد اللي عرفت من جوزها، وام زكي اجت لعنا على غفله وشافتها وحكينا لها قصتها. وليش تحكي لها؟ ولك قلي لها ضيفه وقعدي عنا. يا ابن عمي اول باشتان ام زكي بتعرف سنسال عيلتنا كلياتها، شو نسيت انها تضايق؟ وما مرقت عليها حكايه القرابه؟ وتاني باشتان ام زكي بتتامن وما بتفشي سر. بزمانه خبوا ام جوزيف الله يرحمها عند منا بالبيت، وما حدا دري بشي منوب. انا ما عم اقول لك ام زكي اللي حكي، بس كلمه من هون وكلمه من هون وصل الخبر للفرنساوي. ابن عمي هدول مأكد لهم عواينيه بكل حاره، بقى ما لهم ناطرين كلمه من ام زكي. اخ لو اعرف بس مين هالعوايني الواطي اللي وصل الخبر للفرنساوي، والله لخليه يعبر قدام الخلق والناس. معلش ابن عمي انقضت على خير والله ستر. اللي بدك اعمل لك شيء تشربه؟ ما بدي اشرب شيء. قومي لقلك قومي قومي، خلينا نطمن على صفا وشريفه عند مطيعه. ايه والله معك حق، لازم نقوم نطمن عليهم. كيف لك يا ابو عصام؟ بيت عبد الرحمن بعرفهم منيح يا اخي، هدول من كباريت الانوات. وادهم شب ابضاي بيعجبه بشرواك بالخير، وابوهن لادهم احسن مين صنع حنتور بالشام كله. عاكير معناته والله بدك تهم عليها وتروح معنا. لوين؟ لبيت ابو ادهم.
ابن عيوني بس فهموني ليش. اكيد في دازوت بين هالتاول وخبره. حسبي الله ونعم الوكيل على الحال اللي وصلنا له. عم يقول لك شغله يعني ما بعرف شلون هيك قلبي عم يحسني انه كل ما عم تزيد الحاجه والقله بين الناس عم يكتروا مقابير الحرميه والعوايميه وهدول الدواسيس. مظبوط. الفرنساوي عم يجور على العالم فوق الهمه وضعاف النفوس عم يبيعوا حالهم. الله يقدم اللي فيه الخير. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ام مطيعه الله يرضى عليك، عملي لنا ليموناده لنا كلياتنا. خصوصي لعمك ابو حازم، ما شفتي قديش معصب وطالع اخلاقه علينا؟ حاف انا تقبل منه. يوه يوه يوه. خلصنا بقى يا عمو تقبليني، خلصنا بقى. مرقت على خير، قولي الحمد لله. الحمد لله. بتعرفي يا عمو جنابها كانت بدها ترجع بس عرفت انهم فاتوا على البيت. يوه شو هالحكي لك بنتي؟ انت لازم تضلي هون لحتى تهدى الاوضاع، فهمتي؟ الله يرضى عليك، نحن بنحبك كثير. خليكي عنا على الله تقبليني، معلش. الله قدر الوضع، الله قدر الوضع. بس تقبليني بس. بس يا عمو بس الله يرضى عليك. شرفتونا يا جماعة. لك يا أهلا وسهلا فيكم عمي. أهلين أخي أبو عصام. الله يسلمك. أهلين أخي أبو فارس، والله من زمان ما شفتك. لك تسلم. يا أهلا وسهلا فيكم. الله يعزك يا أبو أدهم. أخي أبو أدهم، نحن بعد إذنك يعني جايين مخصوص، يعني زيارة مخصوص عشان ابنك أدهم. بدنا اياك عمي ابو ادهم تمشي معنا زياره هيك مخصوص مشقه على المستشفى اللي عنده، ولكن لك فكره وعندي. الفرنساوي سامع الزياره لا تخاف. ادهم ادهم صار غصه بقلبي، ويا سبحان الله من يوم ما صار شاب وأنا محروم منه. بس كل شي كون وحكايته ما حرمته كون. إيه الله يرجعها بخير وسلامة لألنا ولأهلنا. آمين يا رب العالمين. بس شو حكايته ما حرمته؟ أدهم كان مدوخ الفرنساوي، والفرنساوي ما عاد عرف شلون يجيبه، فتسلط علينا شي انا وشي امه وشي ابن خاله او ابن عمته، وما في فايده. لك ما خلوا بيت وما فتشوه، وبيتنا هذا بالذات لك ما خلوا قرنه فيه وما حفروه، حتى بيوت الجيران كلها حفروها. لك ما خلوا قرنه، ما خلوا مكانه الا حفروه دمروه، لحتى طاش حجره واعتقل حرمته لأدهم. وضلت عندهم فترة وطلعت بعدين، بس بعد شو؟ بعد ما مبهدلينا على الآخر، ضاربينا ومسمعينا كلام رزيل ووسخ لك ما بينقال لحرمة. ايه ليوم ما حبلت هالحرمة، وابننا ادهم ظنوني زياده. لك ما كان يصدق انه هالولد يلي بطن حرمته ابنه. يا وطر الحكي. وبعدين بدت المشاكل، دري اخوها لمرته لادهم وهدر دمه. ايه هدر دمه. قامت المخلوقه حملت حالها واخذت ضرب طريقه وهربت، وهي حبلت والله اعلم وين اراضيها هلا. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. يا سيدي ما في شيء بيقتل بني ادم مثل الشك وسوء الظن والعياذ بالله. معك حق يا شيخي، الله وكيلك، الشك بيقتل صاحبكم. شو ابو عصام متوكل على الله؟ الله. شو حجي؟ نقول يا رب، انت والحجي. دائما وابدا يا رب. لحظة بعد إذنكم لتحط على راسها وتطلع. يلا نشرب قهوة نحن. يا رب. ميت أهلين وسهلين.
شو لك فوزية؟ قال عطبان عليك. ايه عطبان عليك انك عم نحلق يا فريال خان وما بتزوريني؟ لك تب العدة يا بعدي. يو وبعد العدة؟ وبعد العدة فريال خان مو نحن خوانهم ولا بعض؟ ايه مبلغ معك حق. سكرية ليش ما جبتيها معي؟ ايه دخيلك بلا جريتها معي نزلت على الدكان اصلا. يو شلون هي؟ ايش تعرفني؟ قال بفلسطين هيك بتنزل على دكانات جوزة. اسكتي يا فريال شو حكت لي على فلسطين؟ قال قديش حلوة. يا رب يا رب إلهي وأنت جاي الله يطمنا زيارتها. آمين يا رب العالمين. ايه شو علي؟ فريالو هلا عن جد عن جد سعيد استلم الرزق؟ ايه صحيح. ايوه وما لقيته غيره؟ شو سعيد يعني؟ رجاله قد حاله ونحن اشتريناه. اشتريته؟ ايوه ستي تصدف له. تعال احكي لك ايش عملت لي على فلسطين. قال فلسطين بتطير العقل واهلها كثير طيبين، وبعدين قعدت لي بالسوق عندهم في شغلات كثير